الحكومة عقدت العزم على التحول للدعم النقدي، ده كان كلام دكتور شريف فاروق وزير التموين في مجلس النواب النهاردة، وكان بيتكلم عن استراتيجية وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم بشكل واضح وصريح. قال وزير التموين انهم عقدوا العزم على التحول للدعم النقدي من الدعم العيني او الدعم النقدي المشروط، وده اللي معروض دلوقتي على الحوار الوطني ومجلس النواب. الخطوة دي من وزير التموين قال فيها انه هدفها تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وإن كل المخاوف والشكاوي من تطبيق الدعم النقدي اتناقشت بحيادية مجردة، وحطوا كل الشكاوي والمخاوف دي في برنامج الحكومة، وحاليا بيتم التنسيق مع كل الجهات المعنية عشان يظبطوا منظومة الدعم النقدي. طيب